هذا البرنامج برعاية كريم كوين جوهرة الجمال. هذا البرنامج برعاية عصير طازج. حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع ومن المزارع الخضراء الطبيعية. المدهش حليب الأجيال. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال. حمودي تعال حقني داموت، تعال هالزاوية. يلا حمودي تروح له. والله اجيت هياتني. دي علق دي علق. فهذا هم انتون يتاني عندي العدانة هيك يصير بيه. اقول لك علاوي، انت مو عندك سيم كارد كورك؟ اي والله. إيه ليش ما تشترك بخدمة سوبر 3G؟ ليش اسرع من هذا؟ شنو اسرع؟ تقول طلقة. هسه تقدر تستمتع بانترنت كلش سريع ويا سوبر 3G من كورك. للاشتراك اتصل على نجمة 250 مربع. كورك. قعدت من الصبح نعسان وبراسي ألف تفكير، شنو هو الجديد اليوم واللي وياي راح يصير؟ مش قد راح ألقى تعليقات، بعضهم ينتقد بي ومنشورات الانترنت كلها طاقة سلبية. إذا نهزل صباح الخير ألف واحد يعلق لي، منو قال لك تنزل هيج؟ يصير فلان قايل لي. واطلع والقكم اشياء بحيث تخلي دمي يفور، وحده حامل بنيتين راجلها كاتل الدكتور، وتلقى الازدحام الزين من الدوره للمنصور. يا ويلي حاير ويا الناس مدري شلون اقنعهم، شنو يردون ادخن باي ومكلفهم اسمعهم. اذا غيرنا شخصيات كلها تقول غيرتوا، واذا كررنا بالموضوع يقولون خلصتوا. واحنا الغاية والمضمون بالموضوع اللي نطرحه، اللي نريده نفرح الناس وهدفنا ننشر الفرحة. هذا الموسم اللي جاء كلش راح يعجبكم، راح نصير حبابين حتى لا نزعلكم. بس ببالك وموضوع رايد واحد احكي له، واحد باق مني فلوس برايك شو اسوي له؟ رحب بيكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. تذكرون أيام زمان من كان ما حد يقلبني بالشارع، أركض ورا العالم، هذا يسوي لقاء هذا ما يسوي، نسوان تجلس بي. راح ذاك الزمن، ذاك الزمن راح. أنت اللي قاعد قدام الكاميرا وتضحك علي اللي ما كنت تسوي لقاء وياي، تشوف التغيير ميز عندي. هو صاحب الشارع بس مرتاح بي، أنا جمرية عندي وعندي باك جراوند، واخوي وتاج راس ابو طه موجود، ابو الهيل حبيبي وصديقي موجود. كان ما يطلعني وياه بالمناسبه. هسه حالي تغير، مقدم برنامج صار لي 5 حلقات اقدم، بعد عندي هواي حلقات. والله يرجعني علي فاضل بالسلامه، احنا شو نريد؟ احنا يرجعنا بالسلامه او اختفى يعني، واختفت هواي اشياء ويا ابو طه اجى عوضه، بس قال له لا انسحب بعد الدنيا معلا. هسه قمت أدلل أني أي شيء أريد يسوليها. أبو الهيل أريد خبر مفرح للعراق. نتائج الفحوص المختبرية أثبتت أن سبب وراء نفوق الآلاف من الدواجن هو الإصابة بإنفلونزا الطيور، والتي يقدر عددها بنحو 60,000 دجاجة بإنفلونزا الطيور. يعني والله العظيم ما تستحون، لو علي فاضل قاعد هنا وقال لكم أريد خبر زين ويفتح نفسي كان طلعت له نادي هيلة هوب، كان طلعت له هالة سرحان، بس علال إبراهيم طلعوا له أمراض. بيش طالبيني؟ عمي ما اريد
لا خبر ببلاونزا طيور، لا بلاونزا خنازير، لا سخونة، لا بلاعيم، أي خبر بمرض ما أريد، ما أريد عم العراقيين اختنقوا وأنا اختنقت، أنا اختنقت، أريد خبر زين بشرفكم. هذا السقف وقع في ملعب صلاح الدين، ومثل ما تشاهدون هذه الصور أمامكم. اسف والله الجماعه يعبون يشاقون يضحوكين، خصوصا ابو طه يضحوكي طبعا ما تربو. يعني هذا الانهيار بسيط محلول، عندنا فرحان جيراننا خلف هيك العقاده مالته درجه اولى، ما ارد اقول خالي وخاله كبير الملعب يحلى، بس يعني ممكن تستفادون من خبرته الطويله وعماله كلهم يعني مضبوطين يطلعون من السته. انطوني خبر بارتفاع بنسب باعداد بارتفاع يكون يرفع الرأس. اليوم العراق واحد من الدول اللي تزداد بظاهرة الطلاق بأعداد كبيرة، يعني توصل واحد من الأشهر وصل 6000 حالة و 7000 حالة بالساعة، فعشرة يطلق. هذا رقم رهيب يعني طبعًا. واقع من تجي أنتوا تردون السقطوني يعني كمقدم برامج ناجح ومنافس أحمد ملا طلال وعدنان الطائي وسحر عباس جميل، أقول لكم خبر ارتفاع، جيبوا لي ارتفاع طلاق 6000 واحد مطلق بالشهر، يعني 200 حالة باليوم. أنا بس أريد أتخيل البعض الاجتماعي مني سولف وياهم لين ما يلحق. ليش طلقش رجلك؟ والله لين ما أعرف أطبخ باصولية. أنت ليش طلقتي؟ لأني شوخر. هو ليش طلقك؟ لأن ما أحب أمه. هيش حالات الطلاق عندنا بالعراق؟ يعني 10 حالات بالساعة طلاق. الله يساعد القضاة والمحاكم. بس شباب الانتاج خليه يلمون، لان انا قمت همبل شوي وقمت ادري راح اتعاقب عليها، مو علي قطع راتب هاي الهمبله مالتي. نطلع مشهد. وسام القوي كعك الوحش ايدي قامت تأذيني. انا هم مو مهم ايش سويت؟ شنو؟ بالبوقة مال مصرف ليش اكو غيرها؟ كل شي ضبطت منتظرين اشارتك. عافية. وانا ليه سميته قوي؟ ليش؟ ما ادري ذكرني ليش؟ يمكن لان انا صديقك. ايه عافية. ايدي هم قامت تأذيني. انا هم قامت تأذيني. الشرطة بالباب ايش قد انطيتها؟ انطيتها 50 ورقة وقبل. مش عاجب اقتناع بخمسين ورقة. وقلت له تفتح شمبر مال لبلبي بالسعدون، صيف شتا يشتغل احسن لك من المصرف ودوخته. ليش ابو اللبلبي بالسعدون ايش قد ياخذ بالشهر؟ اوه خير. لا ادخل من بوق وما سمن دوخة المصرف. وغطي يا حزلهم. اقول لك انا صوتي تعب. اقول لك ترى انا هم صوتي تعب، انا على ابو الشغله فاكسه، ترى نقدر نبوق بهذا الصوت عادي. اوكي، الفراش ايش قد انطيته؟ انطيته 200 دولار بطل من المصرف كله. ليش ايش قد ينطول الفراش؟ السكرتير انطيته شدتي يعني اشتري بيها تشارجر. عاشت ايدك ودز لي ايربود هم. ليش؟ ما ترهم تشارجر بدون ايربود. عاشت ايدك. اي مو مهم. المدير ايش قلت له؟ قلت له لو انت لو الفلوس. افترض قال لك خذني عوف الفلوس شو تسوي؟ هاي الخريطه. يابا شو نسوي بيها؟ احنا غير بدنا المصرف، بعد شكو خريطه؟ البوق بالعراق سهل. بس الشوارع كلها صعبه وازدحامات، تعالوا وياي. قول جيت. نطلع من الكراده باول. حلو حلو حلو. كراده بثنتين الظهر تخبي لك بابا طريق مختصر. منين بلا تطلع؟ نطلع بهذا الفرع. هذا الفرع مسدود لين بمسؤول يقول له عندنا بوقا يفتح لنا الطريق. وراها لازمه كرمانه. نطيها تشارجر وتهدني. والسعدون هم الحصه يزعل. ما ياخذها من اهل اللبلبي جاي علينا. اقول لك ليش ما نطلع لابو نواس؟ ليش ابو نواس ايش قد ياخذ؟ ما ادري بالطريق واحنا رايحين نتفق وياه. لا عاد نطلع له منه. هذا الفرع مسدود بيت مسؤول. لك بابا هم المسؤولين يكيفون على البوقه. مو ذا تقول له جاي من بوخه بيشاركنا. لا عاد اوف الكراده وافرحها ونروح للجادريه. باوع نجيها منه. جادريه؟ ضيف لنا بثنتين الظهر. زين شنو اللي يضحك بالجادريه؟ جادريه بثنتين الظهر. جادريه بثنتين الظهر؟ بس بطني لا بشرفك. جادريه بثنتين الظهر. ايش بيك وسام؟ لا بطني لا اتعب والله. خلاص عوف عوف الجادريه. مين نطلع لعد؟ نطلع على السنق. اسكت. لا السنق شبيك كافي وسام.
سنقة ثنتين الظهر كافي بشرفك اسكت لا الله عليك هو شنو سنقة ثنتين الظهر بس كافي 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 ثنتين الظهر غلط صح نطلع على محمد القاسم بس يراد انه دبابة ليش عود ترى محمد القاسم الطسات مالته صار عبارة عن طسة كبيرة ببغداد يعني سيارتنا تتفلش تريد تشوف او ممكن ورا العملية تبيع سيارتنا تفسيخ عادي خلاص لا عاد نروح للجادرية بثنتين الظهر لا اروح لسنك بثنتين الظهر قلت لك سوري كافي هسه شو نسوي؟ شو مدري ان هالخريطة يمك نطلع على المعرض والمنصور بثنتين الظهر اضحك لو ما يحتاج اوكي لا عاد نروح بالدراجات منعوها لا عاد ليش ذي يستوردوها؟ والله ما ادري زين ليش ما نروح لسنك بثنتين الظهر؟ كافي لا اوكي ليش اقول لك بالجادرية بثنتين الظهر؟ لا 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 بعد ما اقول سنك بثنتين الظهر دير بالك ترى اقول لك الجادرية بثنتين الظهر لا خلص لا خلص خلص اوكي خلص اوكي كافي هسه شو تسوي؟ نروح على الشارجة بثنتين الظهر هيثم شنو جايب الالعاب الصينية هنا؟ Made in China. بمناسبة الصين تقريبا 1,326,000,000 نسمة مدري 15 بس الشعب كله يشتغل حتى الطفل اللي بحضنه ما يشتغل يعني تخيل هو اللي مسوى هاي السيارة يمكن طفل مما شوية وسوى التاير مما شوية والقمارة ويصدروها للعراق والطفل العراقي يمريد من هاي يمريد من هاي يمريد من هاي ويجرب عباتهم يمريد من هاي أنا ما كنت أسويك بأمي كنت أريد طوبة لايلون يصنعوها بالعراق زين العراق إيش قد عدد سكانه صار هاي السنة 40 مليون نسمة هو تعداد العراق في عام 2021 مبروك مليون ولادة مليون طفيل أكيد سميتهم كلهم علاء مبروك عليكم علاء مبروك عليكم علاء مبروك عليكم علاء بس مليون طفل يعني راح تقعد مليون عائلة بالليل لأن ابنهم يبكي وعركة تصير بين الأم والأبو هو نايم سكتبنك يا معودة سكتبنك عندي شغل الصبح سكتبنك يا تقول له ما تقوم انت لعد سكتبنك تقول ايش دوت لمين غراضك ترحين لأمك بس مليون حفاظة باليوم يعني إذا واحد من الأطفال أو كل طفل يسوي لاثنين مليون يعني مليونين حفاظة والمليونين حفاظة وين تنصنع؟ Made in China يعني مليون ممة وين تنصنع؟ Made in China يعني مليون كاروك وين تنصنع؟ Made in China حجي شنو رأيك سوي لك عشاء؟ زين شنو رأيك سوي لك عروق؟ زين سوي عروق وطماطة لاتشة وطرشي وخضورات وشاي خلي سوي لنفسي أحسن روحي شلبتي عيد خابر الو منو قدامي لك بابا شنو منو قدامي اسمها منو وياي بعدين هذا رقم الاثير شنو انت ما حافظه لا والله طلع لي شخص غريب انا استاذك عرفتك عرفتك من صوتك عرفتك عود التلوتي شنو عرفتني من صوتي غير انا قلت لك هسه انا استاذك أريد أفتهم لأن ما عندي وقت سد أنا خابرك عندي رصيد لك بابا عندي رصيد ما عندي وقت يعني ما عندي مجال بشر وصلت البضاعة مو فرحوا بيها لا هسا راح أوصل شو وقت توصل يعني ماكو أحسب لي منها لحد ما أوصل وأنا ما عندي شغل عمل أبقى أحسب لك اسمع وصل الغراض للجماعة ومن هناك روح للمحلين ما بي أحد نو واي إنه بيحكي إنجليزي وأنا بالعربي ما مفتهم منك دولي وندمان قلبي عالشوق على غرامي والمان احب هاي الناس ما بيها من حنيتك ما بيها من هاش وقعه ما سويت لي ستايدر منو
الله يساعدك حجية، شلونك؟ حجية شنو؟ صدق حجية شنو؟ هذا كاروكك؟ العفو أختي، أستاذي الحجي دزبيدي ذني الغراض، قال لي وديهن للجماعة وذا فرحة وخابرني، فأنت ذا فرحت قلي لي حتى خابره. هو الحجي قال لك فرحها؟ إي والله قال لي فرحها. يعني دز ذني الغراض إلي؟ إي والله دزهن إليك. لك أنت الله جابك. إي والله الله جابني. وقول صافون يضرب دالغات، دي خابره خابره وقول له طارت من الفرح. خوش. تجي هاي وبعدين نتعاكي بك. ألو. ها بشر. لك أنت بشر، أنا دازك مو أنت. وصلت الغراض فرحوا بيها؟ شنو فرحوا؟ قلبهم طار من الفرفح. يعني هسه ايش صار بيهم؟ يعني كلش فرحوا كلش. أعطيك إياها تشكر منها؟ أقول لك شو، أنت صوتك قريب مو بالله؟ أهلا على والديك. شو هذا سد هناك؟ شنو هاي؟ وين الاحترامات؟ وين الأجيال والشباب الطيبة؟ هاي انت جابك غير التدزيتني، قلت لي ودي الغراض للجماعة، هسه انت ذا جاي ليش ما جبت؟ لو ابويا ما يقدر بس على الغريب. وانت امك على ابن عمك. دي يلا امشي روح للمحل، ما ابي احد. يلا. ليش يروح للمحل؟ انت مو دازه يجيب لي الغراض؟ جيبهن جيبهن عين جيبهن. هاك دزلك معسل نعناعتين وهاي نعناع الله ضلوعك. نعناعتين ليش؟ انا من شو وقت انا ادخن؟ لا حجيه مو انا اقول خاف يجون خطار يدخلون هاي النرجيله، فقلت ليش اخليش موقف محرج؟ خل اوفرهن. العفو استاذي، بس عندي تعقيم صغير على كلامك. رشلي رشلي بسيطه، بس خل نرجع للمحل. كل اللي حكيته قبل شويه صحيح. بعد ايش جايب لي؟ جايب لك حذاك عب غالي. ما يتعبك، يخبط لك السعر ويا المواصفات. ومن يا يوم انا لابسه كعب عالي؟ مو غالي. اقدر اعقم على كلامك؟ عقم، احكي لي شكو بقلبك. الحج الله يوفقه. لك شي يوفقني اذا انت تشتغل عندي. اليوم اطيح على حظك. يا ابا شكو سوينا؟ سبينا العنب الاثول؟ لا ماكو اثول غيرك. حلو. جايب لي شاي اخضر؟ ليش حجي ما عاجبك وزني؟ بس تعقيم صغير، ترى الشاي الاخضر انتوا عبالكم بس للرجيم؟ لا، الشاي الاخضر يمشط الدوره الدمويه. اي ويسوي لها سبايكي ويدرج الصفاح. لا ويبدل الكرات الحمر. يعني اي كره ما تعجبك تقدرين ترجعيها. الله، عطور ولونه احمر، من يا يوم انا استعمل هيك عطر؟ هسه شو اقول لك؟ هسه شو اسوي الغباك؟ هجمت البيتي من الله لا يوفقك. اختي بس قولي لي هسه ليش دا يدعي علي؟ يعني هاي فوق حقه دقمه؟ مو هو دازك الغير جماعه، بس انا لاني تصافي الله دزك الي وكشف لي حقيقته، واني راح اروح البيت اهلي وخلي في دوك الجماعه. حبيبتي حبيبتي في دوار اروح لك، بس خلي افهمك. شلون موقف؟ والله انشريت بنص هدومي. أنا محيرني العراق، يعني العراق ليش مو مثل الصين؟ شعبه كله يشتغل. العراق ليش مو مثل الإنجليز؟ دوريهم حلو. العراق ليش مو مثل سويسرا؟ ما عندهم ولا حرب. يعني العراق خلصها حرب بحرب، طاف طيب طاف طب طقشن طا طن طن، مدفع هاون اغتيال طلقات طب طا. من نبخذ نصر لحد نصرة البدر العراق محسود. الحسد أحسه إزاي؟ إن أنا متشتت ذهني، يعني إيه؟ مش عارفه اركز فجاه بدون مقدمات، مش عارفه اركز. اي والله صح، هاي كل العراقيين هيك، يعني احنا محسودين. مش عارفه اجمع دماغي، نفسي تقيل، مش عارفه اعمل كده. اي والله صح خاله، انا اختنق. محسود محسود، ما اعرف عليه من حاز ديني، هو ميز بالشارع وبزازين تفتر وراي، حتى عايفين انا قدم البرنامج ويكتبون بالتعليقات بزازين ورا بزازين ورا اكو بزازين ورا، وانا هنا اقدم ساعه ما حد بحالي. في نغزه في بطني بدون اسباب، اي اسباب مرضيه يعني تروحي تكشفي تعملي، ما فيش اسباب مرضيه. اي والله خالص صدق اكو نغزه في بطني. فده حسد، بالاصح عين مش حسد، لأن الحسد لازم يبقى فيه أذى. أنا بحسدك ومستكترة عليك الحاجة، فلازم يبقى فيه فعل أذى. طلعت زبزبة كهرومغناطيسية أثرت على عصب العين، طلعت سهم زي الليزر. أنا أدري سويتوا لي السحر، حاولتوا أنه تسكتون هذا لسان البلبل الميسكت أبد، حاولتوا تخرسوه، سويتوا لي السحر
ضربتوني عين راح اعالجكم، طرتني طريقه اليوم سيده حجيه، طرتني طريقه قالت دتشك. عين الحاسود بيعود، عين الحاسود بيعود، عين الحاسود بيعود، مركبه طويله مركبه طويله، عين الحاسود بيعود، لا تلحقني مخطوبه لا تلحقني مخطوبه، عين الحاسود بيعود، الله يبعد عنا الله يبعد عنا، تايبين 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 تايبين، رديت وجدامي تخط حيره وندم، رديت وجدامي تخط حيره وندم. بقى بس واحد ما دتش هسه، دتش بعدين روح نشوف مشهد. لا نسيت واحد، ابو طه راح انقتل. واخيرا صار عندي فضائيه ومكتب كبير وسكرتيره حلوه، فتحت لي فضائيه، عزلت لي نشائيه، فتحت لي فضائيه. زين بيبي انت ما راح تخليني اقدم برامج؟ لا بيبي شو الحكي هذا، راح اخليك تقدمين البرنامج الصباحي حتى اصبح بيج. ثانك يو بيبي. وراح اخليك تقدمين البرنامج الظهري. ميرسي بيبي. وراح اخليك تقدمين برنامج العصر، وهاي هي. زين وبرنامج السهره بيبي؟ السهره يمي. بيبي انت ترى ما حددت البرامج اللي راح نقدمها. كيفك بيبي، اي برنامج يعجبك انت اختاري وانا ادفع. نو بيبي، هاي برامج انت بدك تشتري لي ذهب. هي الفضائية شو غادلها؟ لوجو وسبتايتل وجيب حط حتى لو من اليوتيوب. على العموم أنا محضرت لك برنامج طبي على توعوي على تنمية بشرية على كوميديا، وهسه راح أشوف. مرحبا، اليوم راح نقدم لكم محاضرة قيمة عميقة مليئة بالطاقة الإيجابية، وراح نذكر بها أشياء تخدم البشرية وتنهض بالمجتمع. هذا الموضوع اللي راح نحكي بيها موضوع تهم البشرية، عرفتوها شنو؟ أكيد ما عرفتوها، راح أقول لكم عليها. هذه الموضوع تتحدث عن السرة، أو بمعنى السرة كما يسموها جماعتنا. هي فرق بين السين أو الصاد، مو مشكلة مو مشكلة، بس راح أسألكم سؤال، شلون تعرف تنظف سرتك أو صرتك؟ لا جديات، بعيدا عن الشقة هسه لازم نعرف شلون تعرف صورتك وسخة أو نظيفة. هنا أنا راح تسألني سؤال، اسألني قولي شلون تعرف أنه صورتي وسخة أو نظيفة؟ شلون تعرف صورتي وسخة أو نظيفة؟ صرع برافو عليك، خذ سؤال، شلون تعرف صورتك وسخة أو نظيفة؟ شلون تعرف؟ أبو عليها غير؟ غلط غلط. نستخدم هذا الإصبع حتى ننظف السرة أو الصرة كما يقولون جماعتنا. السرة هذه المنطقة العميقة المظلمة اللي بيها رطوبة وعرق وشرب وبنات. سؤال حلقة هذا اليوم، من هو الشخصية التاريخية اللي كان يمتلك صورتين؟ فكروا فكروا بعمق، فكروا بصوت عالي، من هو الشخصية التاريخية اللي كان يمتلك صورتين؟ ما عرفتوا؟ أكيد ماكو 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 حد عنده صورتين، كيف خزعبلات. وفي الحلقة القادمة انتظرونا بموضوع شيق عن تساقط شعر الصدر. إلى اللقاء. حلو، إذا عاجبك نشتريه. عندي برنامج رياضي، إيش كم مشكلة منا، تصريحات نارية منا، مشاكل بين الأندية، وأكشن. زين وين الرياضة بالموضوع؟ تفضل. رحب بكم بحلقتنا الرياضية لهذا اليوم. اليوم راح تكون حلقتنا مختلفة، راح نفتح بيها ملفات مهمة جدا عن المنشآت الرياضية، تصريحات نارية راح نفتحها حول القائمين على الرياضة. بصراحة أنا استغرب البعض اللي يقولون إحنا عندنا رياضة، إحنا من عندنا رياضة؟ ملاعبنا كل أرضياتها صفر، تقول بيها هبطة. وأترك الحديث لضيوف الكرام، تفضلوا وطونا رأيكم بالمنشآت الرياضية. أنت ليش دائما تشوه بصورة المنتخب وتقول ما عندنا ملاعب وأرضيتنا تعبانة؟ لعت هذنا شنو؟ شقق سكنية؟ شنو أنت؟ حشش، يعيش العراق، يعيش المنتخب العراقي، يا عراق يا عراق. هلو هاشن، هاي هاشنو هاشن، هاي ما بيكم واحد يفكر بالعراق. الله يا اهل وطن شو مسوي بي، الله يا عراق احبك يا عراق يا عراق.
اي بس احنا اليوم نريد نفتح هذه الملفات، يعني انت لازم تقصف ضيفك حتى نحطها بعنوان الحلقه، انه ضيف يقصف ضيف في برنامجي. اقصف اراد هي خربانه، يعيش الشعب العراقي، يعيش العراق. بس ضيفك اليوم، الضيف هنا هو مختص بالشان الرياضي، وهو ده يقول انت مالك علاقه بالرياضه. انا ما لي علاقه بالرياضه، لك انت عشر سنين ومسوم حياتك، يعيش العراق. صراحة أبكيتنا أنت اليوم، أبكيتنا، إحنا نحب العراق كنا. أستاذ أنت راح تظل تضحك بيبي؟ لا أنا أقول له سغمة صحية أحلى، بس أنا عجبني. إذا عجبش نشتغيه، وعندي برنامج فني ثاني يخبل يموت وما حد مسوي مثله. خلنا نشوف شنو هاي جايبي لقداحة ما تشتغل. أنت تسوين عيد ميلادات هواي، حتى تجيك هدايا هواي. كم عيد ميلاد تسوين بالسنة؟ هو واحد. ما تعرفين تستخدمين القداحة؟ مع العلم إنه أنت تدخنين. بس أنا ما أدخن. لا تدخنين، ها شاي قداحة. قداحة. ليش ماماتي حبيبي أنت تدخن؟ لا أشرب فيب، بس ما أشرب كحول مثلك. بس أنا ما أشرب. تشربين كحول، والكحول يحتاج له جيجارة وياه. هاي الجيجارة شلون تتورث؟ يراد لها قداحة. قداحة؟ زين أجيب لك أرجيلة؟ لا. ليمون ونعناع؟ لا. باونتي؟ أنت ويتر إعلامي، شنو وجبتك؟ بس أنت تنرفزتي هواية، وعادة الشخص من يتنرفز لازم يدخن جيجارة، والجيجارة إيش تحتاج؟ قداحة. عرفتك أنت يا نوع، تسأل أسئلة تستفزني على مود أقوم أضربك، وأنا ما راح أسوي هيك. فخليك شوية بروفيشنال. أنا بروفيشنال أكثر منك، وبرنامجي بروفيشنال. على فكرة الضيف اللي إجا قبلك جبت له أرجيلة وجيجارة وانطيته هدية قداحة. دخني قداحة قداحة. جيب. نرفزت، طيني خلي دخن. بس أنتي قلتي أنا ما دخن، فليش تدخنين؟ رجعي لي الجيجاير ورجعي لي القداحة. جيبي قداحة قداحة. حلو هذا البرنامج، إذا عجبش نشتغيه. بس أنا شو أشوف كل البرامج بس مقدمين، يعني احتاجين شوية مقدمات. طبعا بيبي عندي، وعندي بنت خالتي كلش خوش تسولف بالسنابات، بس هي مشكلة خريجة ثالث متوسط، نقدر نجيبها تقدم هنا؟ إذا عندها إمكانيات وحلوة مثلك نجيبها، وانت شي عجبك انا ادفع. بس عندي سؤال. لا انا عندي 30 سؤال جاوب عليها بسرعه وبصراحه. جاهز؟ جاهز. صح ام خطا اكو عندكم مذيعه بالقناه مسيطره عليكم ومفاتيح القناه كلها بيدها؟ طيني دوم. لا ماكو هيش حكي، مو صح بيبي؟ صح. وانت شي عجبك انا ادفع. صح ام خطا اكو سياسي مصور لك فيديو فاضح بقعده خاصه، فلذلك ما تجيب سيرته باي برنامج سياسي؟ طيني دوم. لا تعليق. احنا مو اتفقنا اسئله سريعه وبصراحه. مو كل السياسيين، اكو سياسيين عندهم فيديوهات اكو سياسيين عندهم صور. صح ام خطا انت متزوج سكرتيرتك بالسر؟ ها منو قال لك؟ القناه كلها تدري. طيني دوم. صح ام خطا اكو بنيه كلش حلوه عجبتك سويتها مذيعه؟ يا هي من هن هواي. طيني دوم. يقال انه قناتكم مستقله بس اكو 8 احزاب تدعمها. طيني دوم. دوم. ايش قد نسبه مهنيتك من 5؟ هن مو 10؟ لا مو انت اذا وصلت 2.5 بالمهنية اقص ايدي. صح ام خطأ فتحتوا القناة على مود الانتخابات جاية ودا تروجون لحزابكم؟ لا القناة منصة للتعبير عن الحريات لا لتكميم الافواه. مو انا اقصد انه انطو دوم. بابا عمو طلعت بالكاميرا اكثر من ابي، تعال قدم مكان. لحقنا هواي لحقنا هذا. طبعا اعزائي المشاهدين شرة النجار موتون لحقوني الشارع كله يركضون وراي ينزعوني حتى الحذاء. والله العظيم تعبت بعد ما هذا جال هذا جال هذا جال محمد الشغل عليك والله مصيبه. اذا صرت اغنى رجل بالعالم ايش تشتري؟ اشتري فيلا اسوي سلام النفس اسوي الكوارث. انت كشاب عراقي شنو عندك هدف؟ هدفي اموت على البنات. ها اموت على البنات. انت اليوم كشاب عراقي وين تريد توصل؟ اوصل للتقاطع براحتك.
شنو هدفك بالحياة؟ زواج. إذا ما عندك فلوس شنو هدفك بالحياة؟ زواج. زين إذا تسافر شو تسوي؟ تتزوج. ها؟ اليوم الشاب العراقي شو يحتاج لحتى يكون شاب؟ والله نحتاج فرص عمل. ابتهمنا والله ابتهم. أنت كشاب عراقي شو تحتاج بحياتك؟ ما أحتاج شيء. قول والله. والله. السلام عليكم. عليكم السلام. شو الأحوال؟ شو أخبارك؟ حتى البرنامج لك شو سويت له عند عباس الكشافي؟ إذا صرت أغنى رجل بالعالم شو تسوي؟ أيها. أسوي؟ يا روح. عود عبالة وانسك بالحكي. الماي إيش قد شريف، الماي إيش قد شريف وبي حياة الكون. مو؟ آه. يعني عندك فلوس بقد التمن. شو تسوي؟ أشتري أشكال والوان. تروح المحلات حاجة بلف تشيلها كلها. إذا صرت أغنى رجل بالعالم، كم مرة تتزوج؟ يا واحدة. كمان. تورط عليه. إذا صرت أغنى رجل بالعالم، أبطلك من ولاية بطي. ما يضحك هذا والغل التصوير مال. أول ما أسوي بي أعطي أساعد الشعب العراقي. وأعطي الفقراء إن شاء الله. حبيب قلبي ممنونين. إحنا كفقرة ما نريد من عندك. يعني أنت كشاب عراقي شو يحتاج لك؟ أكيد المحتاجين للأمن والأمان للشعب العراقي. لا مو عيد، هو مو عيد داسي لك. شنو محتاج حتى تكون مواطن مرتاح؟ الراحة قبل الصرف شرف والله العظيم قبل الصرف بعد حموشي. يا علي فاضل دير بالك حق. وينك مثل علاء الإبراهيمي؟ طلعت بالكاميرا أكثر من عدي، طلعت بالكاميرا أكثر من عدي. حضرتك شو تشتغل؟ قصاب. أقول لك صدق أكو يجي طلي مجمد يعني. تقبلوا تحياتي أنا علاء الإبراهيمي من قلب عاصمة كوبا سريلانكا. علاء الإبراهيمي من شارع سهام. شارع سهام هذا؟ من شارع الضباط الأعظمية. شارع شو اسمه هذا؟ كافي. شك حبيبتي زفت من عرس من ولك اليوم زفك زف أني؟ اي ليش طلاب اساتذه ولكم الامنيه ولكم احمد خاني انا خاينك ولك لا ويا وحده ولا ويا اثنين يوم ويا ويا وحده وين نايمه على اذني حبيبتي شنو هذا الحكي انا اخونك مستحيل اخوني صدقيني بعدين منو خشمارش منو لعب عقلك اللي قال لي واحد منك وبيك لا اللي مني وبي يقول لك الله ايش قد يحب عاشتي يموت على عاشتي شو كنت تتزوج عاشتي بس اللي قال لك خاينك هذا واحد كل سخيف يعني ابو الهيل سخيف يعني ابو الهيل قال لك اي وحكي لي على كل سوالفك لا ماكو حكي ابو الهيل يموت علي ومستحيل وترديد خربين بيناتنا بيناتكم أصلاً هو إجا وحجالي على كل سوالفك وما راضي عليك لا عاشتي لو قالت لي حيدر أخويا اللي عنده محل بالقادسية أصدق بس أول هين تتخربين بيناتنا مستحيل باعي هسا أخابر أخليه يجي وحرجي دير بالك خاب ها حمادة ها أبو الهيل شكو عاشتي تقول أنت حاج عليها أنا حاج عليك هي تقول يا أبي عوف هالبنية لا تحرجها وصف الموضوع بيناتكم أنا رأيها لا تعال ما تروح تعال يلا احكي هذا ابو الهيل اجى يلا احكي يا ابو عوف البنيه لا تحرجها ابو الهيل شنو احرجها لا تريد تخرب بيناتنا هذا هيات اجى احكي لا يدفعك انت قبل يومين مو كنت انت ومريم بمطعم بشارع 42 وطلبتوا بيتزا حجم صغير واثنين عصير والحساب صار 35 والداينت من ابو الهيل 25 ها شنو ابو الهيل عيب عليك انا حتى لو مطي 25 الف ما اعيره واقول له انا مطي 25 الف عيب هاي مو سوالفي انت بس لا تريد تصدقها ابو الهيل شنو ما اعرفك انا لا تصدقها طبعا ما اصدقها والله لا تصدقها ازعل لا ابو الهيل شنو السالفه والداين مني 25 الف هاي شنو ابو الهيل انا مو خاص صديق ها صدقت بس لحظه انا قلت لك هاي نزوه وانت بالنسبه لاحمد حب الاول والاخير شوفي قايل ليش نزوه والله نزوه حبيبتي انا ايش عندي غيرك بعدين ابو الهيل ما باعك بسهولة ليش شنو انا ما اعرف ابو الهيل صاحبي اي قولي لي ايش قد ضغطت علي حتى احكي لك على شنو مساومته الولد احكي 15000 لفه برجر 15000 لفه همبرجر ابو الهيل لو ساكت انطيك 100 والله انا مو خاص صديق بعدين تعال اقول لك انت شلون توعدني بالزواج واهلك خاطبين لك ساره منو ساره بنت عمك الوسطاني حتى الاسم ابو الهيل انا مو خاص صديق ابو الهيل بالخوه بيناتنا صدق ما ادري كذب ايش حاكي بعد عيب احمد عيب وانا اللي احكي واقول انها بس هذني على قد ال 15 مو دا اقول
وين السوار؟ السوار جبت لك اياها بعيد الحب اللي انطيت الهند بنفس اليوم. والهند مو قلت لها على قد 15,000. مو هاي مال لثه. وصفحة الانستغرام اللي مسويها بلك ما ادري بيها. ها ابو الهيل يا معودين شنو هاي؟ جوز الصور مالتك صعدت اكسبلور، ايش مدري اناني ذا كل شيء تحطه براس ابو الهيل براس ابو الهيل. ومسميه امير الاحزان وخال صورة ثعلب يا مكار حتى لا اعرفك. ها ابو الهيل انا مو خال صديق. شوف ابو الهيل. شوف انت احمد. ترى مو كل الاشياء حكيتها. بارك الله بيك. لقيت لها على الملاهي، لقيت لها على الشرب. طيح الله حظك. مو شقة اجرها بالمنصور؟ لا شقة، انت نسيت هاي السالفة. حبيبتي غير تجهزها حتى خطبك ونتزوجك يا ابو الهيل، حتى المفاجأة خربتها مع زواجنا. انا مو خاص صديق لك انت واحد ما تستحي. وده بسلز وساقط. شنو شاكو شوك ليش تضغطهم؟ لو تقول للمروان متزوج بالله هاي فضيناها. انت ايش عندك؟ زين ايش حصلت من قلت لحبيبتي ارتقب غاقص ومكبل بي؟ يا ولد بس على كيفكم. ايه ايه احمد احكي وياهم فهمهم. شو فهمهم؟ انا مو خاص صديق. اخوان مو بس أنا مخنوق ومحسود، راح أصارحكم بالحقيقة بالسبب الرئيسي. مستعدين؟ أنت بدشداشة مستعد؟ العراق محسود. شنو الجديد؟ قلتها قبل شوية. طبعا بلد ينحسد بنفط بمعادن، الدول حاطة عينها عليه، موقع الجغرافي، هذا كله يسبب حسد للعراق. حسد عيشة، جبل موجود، نهر موجود، صحراء 10,000. طبعا ننحسد، عندنا علي فاضل ننحسد عليه. الواقع هاي من أدري. كشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في أكثر من 140 دولة أن العراق احتل صدارة بلدان العالم كرما مع الأجانب والغرباء. بالنسبة لتاريخ العراق، بالنسبة لمساحة العراق، بالنسبة لحجم السكان في العراق، يا سيدي أنتوا كنتوا من أعظم أفضل دول العالم. أطيب شعب، شعب العراق. اقسم بالله انا بعمل مسرحيه، المسرحيه كلهم كانوا بيعيطوا، وحسيت ان احنا في مصر، مش عارف اقول لك، مش في العراق. يا اخي احنا شعب طيب، اكلنا طيب، نفطنا طيب، قلبنا طيب، كل شيء بينا طيب، حتى الصوت مال المعامل مصفى الدوره طيبه. الدخان فوق راسي وصل هنا. سعد الصغير من السولف على العراق، الف رحمه على والديك، صل على النبي. يعني نريدك، احنا نريدك سعيد واحنا نحبك ونموت عليك، بس صل على النبي. اريدك تبقى مصر ونشوفك بهاي السعادة حتى من ترجع يا أخويا. يا سعد الصغير، يا بتاع العنب 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 سعودي حبيبي، تتنور العراق. شو كنت متريد؟ أهلك وناسك ودولتك، المسرح الوطني يرحب بيك، مسرح النجاح، مسرح الطليعة، أي مسرح تنوره بأي وقت، نشاق وياك احنا. بس هو صدق يعني العراق من حقه ينحسد، لأن العراق يعني قطعة ركن على 3 قارات. صير بيه حديقة شقاقية بالشمال، ساعة بمي 2، دجلة والفرات. بس مشكلة هاي القطعة ما بيها خدمات. هاي القطعة الركن على 3 قارات ما بيها خدمات. والمشكلة كل ما تجي تريد تبني ينباق، تخلي طابوق، تجي الصبح تلقاه مبيوك، تذب سيراميك وتقابله وتقعد هيك للسيراميك، يجي الحرامي قدام عينك ياخذ السيراميك ويطلع. يا اخي مشكله هاي القطعه الركن اللي على 3 قارات بيها حراميه هواي. تجيب سبره تكتب مشكوله ذمته لذيب حراميه هنا، وما يفيد، وبعدهم الحراميه. كل العراقيين في عندهم خجل والله، رجوليه وخجل. لا ست نوال بخجل كتير، أنا بخجل كتير، بخجل من هالمدح هاد. يعني أنا بحبك كتير، بحبك والله، والعراقيين كل إحنا بنحبك. أنت عينك مو حاسودة أبد أبد، عينك مو حاسودة. شو هالكلام الحلو؟ نحنا هيكي؟ محمد. ها حبيبي. شنو رأيك بهاي السرعة اللي سقت بيها؟ أبطئ لو شوية أمشي سريع؟ لك بابا تدعمت الصفحة كلها، بعد يفيد أبطأ أسرع. بس عاشتيد هذا السمكري، رجعها بلادية. غير صديقي، أي واحد من جماعتي ينضرب أوديها إليه، بعدين جبت عمره طمطم لأصدقائي. فدول قلبك حمودي، بس عندي وياك موضوع. قول. أنت تعرف أبويا كل الزين طبعا، وتعرف السيارة شقد عزيزة عليه. أي لا تقول لأبويا على موضوع الدعمة أبدا. محمد مو تحكي. لا لا، مو أدري بك تتقشمر. لا عليك الله تحكي لأبويا. لا راح أخابره. آسف كمل. الموضوع صار بيناتنا ويبقى بيناتنا. تم تم. لك كان جبت عمره طمطم لأصدقائي. حرك.
الله يساعدك ابو حسان. ابو احسان هلا بك ابو حمود. انا شنو ردت اشتري سياره لابن حمودي، شفتك انت عارض سيارتك على الفيس، قلت ليش اروح للغريب، اجي على اخوي ابو حسان. ابو احسان اي ما قلت انت ليش رايد السياره هسه؟ عود سهله خلي تجي والله كريم. ها اجوي والله هو هذا اللي تاكي. اي تمام تمام. اقول لك هذا ابويا يمكم الجابي، بس لا اعرف بالحادث وخابر ابوك. لا مستحيل محمد لا تروح تحكي لهم، خاف يقشمروك محمد. راح احكي له كل شيء ترى. اسف كمل. قلت لك الموضوع بيناتنا يبقى بيناتنا وما حد راح يعرف بي. متاكد؟ جبت عمري اطمطم لاصدقائي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ها يابا شو هناش عجب؟ يابا مو انا شفت عمك ابو حسان عرض السياره للبيع. ابو احسان فقلت اشتغلك اياها لاني عاجبتك من زمان. هاي السياره نفسها؟ لك هي ابني مال ابو حسان جيراننا. ابو احسان يابا غير نقلبها نشوفها ايش بيها ما بيها. ابني السياره مقفوله من الدعاميه للدعاميه. اي عمو هاي قبل لا نطلع بيها كانت مقفوله، انت ايش مدري ايش صار وما صار. ليش صار؟ مو انضرب. شو انضرب محمد؟ شو انضرب؟ شو انضرب محمد؟ مزاجي 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 انضرب وما اريد اشتريها. لا تخاف ما راح اقول كم اللغ. جبت عمره طمطم لاصدقائي. انت مو قلت لي اريد اشتري سياره نفس سياره ابو حسان؟ ابو احسان هسه راح اشتري لك سياره ابو حسان نفسها. لا يا ابو مخربط انا قصدي سياره ابو حسان، بس انت ما تحط الالف لا بالاسم ولا بجيبك. يا ابو هسه تود اقتنعوا عود سهله ان شاء الله. عمي مقتنعين مش خلنا نتكاتب. يا الله يا بش نتكاتب غير صلحت. شو صلح محمد؟ شو صلح؟ شو تصلح؟ صلحت اخلاقي واريد اوفر فلوس لك يا بي. لا شو الا هاي السياره يا بش؟ شنو الا هاي السياره غير طاق؟ ايش طاق محمد؟ ايش طاق؟ طاق قلبه على امي ورده وديها بفلوس السياره للعمره. بابا امك العام راحت للعمره. زين يجوز انت تريد تروح هاي السنه؟ ايش بيك بابا انا رحت قبل سنتين نسيت. زين يجوز السياره سعرها غالي. ابو حسان هي بيش سعرها السياره؟ اول شيء انا ابو احسان، ثانيا ما توقف بمياناتنا الفلوس يا بس تود توكلوا على الله وسهله. اقول لك شنو شو ابوك بس يريد يبيع الظاهر يعرف بالحادث. محمد عود رتبها انا وياك. عمو خلنا نروح نتكاتب. احكي؟ لا اسف كمل. يابي يعني انا ما اعرف شلون اقول لك، بس يعني مستحي والله من عمو، انا السياره ما عجبتني. ليش ابني؟ شلون افهمه؟ يابا سمعتها مو زينه. يعني شلون؟ يابا ماكو واحد بالمنطقه ما سامع بصوتها، اقصد بهورنها. عمو السياره كلين تايتل. تايتل احكي؟ تايتل كمل. جبت عمره طمطم لاصدقائي. خلينا نطلع، ناخذ بيها تراي، نشيكها، ولو هو ما يحتاج لانه هاي سيارته ابو حسان. ابو احسان. الف رحمه على والديك يابا، نطلع بالسياره حتى احكي لك اللي بقلبي. يا الله نتوكل يلا كنا سولعد. عمو انت راح تجي ويانا؟ اي طبعا هاك، اعطي لي سويتش. لا عمو انا استحي ما اسوق سيارتك قدامك عيب. هذا 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 شنو؟ هو 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 منو؟ ادب سزيمة السعود؟ لك شكو؟ عباكم تطفرون مني؟ ابني هذا منو؟ اليوم اللي نعل والديكم. عمو تفضل ذولا والدي نعلهم. يابا فهمونا شنو الموضوع؟ عمو هذا دعمناه بسيارتك المقفولة اللي ابوي قافل عليها واحسان ضم عليك الموضوع. لك تضم الدعم علي يا حسان. لا بابا انا احسان. حتى ابوك قام يخربط بالالف. انا علمك. عمو دعمانا طفروا. اي طفرنا. ولحقت وراهم ما حد وقف. ما وقفنا. وظليت الحق وراهم. ورانا. ووراهم. لا هاي ثالثة كذب لا تبالغ طبنا بالفرع. عمو ما صلحوا لي. اي صحيح ما صلحنا لي. يعني هسه سيارتي مضروبه. اي عمو بيها كم الغباب على زقاطه بيش تريدها؟ إيه ليش ما قلت لي هيك من البدايه يا ابني؟ جبت عمره طمطم لاصدقائي. العراق مشكله الحسد وانا راح اخلصكم من الحسد. انا ما اكذب مثل دول يطلعون يعطوك اشياء، لا انا بالمكان راح اخلصكم من الحسد وراح الدنيا تصير حلوه وتصير بمبي. شويه كلمات ودعاء ونخلص ويرجع العراق حلو. بخور بكتة من بي بي تي قالت رشه وادعي يا عراق ترجع شيء اكيد بحيلك يضحك نهارك يا وطن ويليلك. يقول جان جاك روسو عضت اسد ولا نظرت حسد. يقول مثل الماني الحسد يلتهم كل شيء. الجريمه والعقاب المال والبنون المال والبنون. يقول كافكا لا تلحقني مخطوبه. اللهم استر على العراق عن الحسود بيعود عن الحسود بيعود. تايبين 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 كذاب دول ابن الوقت بمحبتك كذاب. اسال انا يا طير ينطيني جنحانه. اللهم ابعدنا من هذا الجني القاعد بالعراق. اللهم ابعدنا من دول الشياطين بالعراق. يا الله يا كريم يا عظيم اللهم استر على العراق. يا الله الله يا اللهم استر علينا كل يوم.
شوفكم حلقة جديدة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الشباب؟ زينين. الشمس قويه داخل المطعم، يمكن اذيتكم فلابسين هاي النظارات مو؟ كلش قويه اذتني، حتى اخلي قطرات مال عين. بلا زحمه، سباق ايرلندا الدولي منا لو منا. مو قلت لك ما حد راح يعرفنا؟ حتى كمولة ما عرفنا. لك من ما عرفكم؟ والدنيا كلها عرفتكم، مو بس انا عرفتكم. احترم نفسك كمولة، هاي الطرق ما تخفي ما حد مسويها. صح، بس المصريين بافلامهم ومسلسلاتهم من الثلاثينات، وانا وياك مشتغله مشهد بالموسم الرابع. مو عيب عليك، مو انت محترم ومرتب، شو بتمشي ورا هذا؟ سيدي الامر مالتي، قل لي البس البس، قل لي انزع انزع. انت منو قال لك تلبس هيك؟ سيدي احترم نفسك، ترى شغلت عقلي. ألف مرة قايل لك للشغل عقلك، لأن من الشغل عقلك تصير عندنا كوارث مصايب. يا شباب احنا هنا كأنه زباين عاديين، لأن اكو مجرم راح يدخل إذا شاف هاي الشكولات راح ينهزم. انزع النظارات. سيدي متأكد متأكد ما حد تعرف علينا. شلونهم الشرطة؟ هلا حبيبي، تاجين شيل الكمين أساعدكم؟ يلا يلا ثمان الله حبيبي. ورد تعال استريح اشرب شاي. تعال، ما حد يتعرف عليكم، بس أنا وهذا الولد وهل المطعم والشعب العراقي كله. انتم مو بس لبسكم غلط، حتى قعدتكم غلط، لين قاعدين بعيد عن الباب. اذا طب المجرم شو راح تروح تقدر تلزم الباب؟ سيدي مو مهم باب المطعم، المهم باب المطبخ. ليش حموشي؟ سيدي هاي الريحه تعطيك طاقه ايجابيه. اليوم الزم اربع عصابات. لا حموشي، انت هيك راح تلزم اربع دجاجات. حموشي الزم معدتك وعوف الباب لا تلزمها. احكي احكي سيدي. خلي نقنق، اول مره نزعوا هاي النظارات دا اشوف شعركم. شو تريد تاكل؟ مو هواي، اربع برجر وبطاطا مقرمشه مو بوتيته. صح، اكو فرق كبير بين البطاطا المقرمشه والبوتيته. انت حموش ايش تريد تاكل؟ وجبه كنتاكي. شوف بالرغم من حجمه ونفس الدنيا بس قنوع، طلب وجبه قطعتين كنتاكي. لا سيدي 16. لا حموش هاي مو نكنكه، هاي تشكشكه وتجيبي. سيدي اكو هواي اكلات اسمع بيها بالمنيو ما القان، يعني معقوله رايحات بالطبع؟ لك غبي، ذن ثلاث منيوات يعني ثلاث وكالات بيها. خل اسهلها عليك، يعني هم ثلاث وكالات بمطعم واحد. ها عرفت، حتى يفرق لهم بالايجار. الله يا ذكي، الله يا عبقري، انا مو قلت لك لا تشغل دماغك. اذا ابقى ثلاث ساعات بعد اشرح لك هم ما تفتهم. استاذ تسمح لي افهمه؟ أقول لك شنو هذا جاي يجسس علينا شنو؟ أستاذ إحنا سلسلة مطاعم تشيلي هاوس وليز وباي بيتزا. حلو، تشيلي هاوس شو يقدم؟ البرجر والسلطة. والليز؟ البطاطا المقرمشة والبروستد. والباي بيتزا؟ الباي بيتزا بيتزا. وأحب أضيف لك شغلة واحدة أستاذ. قول. عندنا خدمة دليفري. دليفري؟ معقولة؟ أنا أول مرة أشوف مطعم بي دليفري، أنت فاجأتني وأنا أحب المفاجآت. أنا أول مفاجآت أستاذ. شوف الشباب إيش ياكلون. أو لا تشوفهم مو مهم، أنت من كل وكالة جيب لي طبقين ثلاثة. عشر دقائق وهذا الميز كله طلبات. عشر دقائق يكمل الطلب؟ إحنا تشيلي ها. حموشي حموشي هذا المجرم، قوم قوم الازمه. سيدي ابو حال بطاطا المقرمشه ما تنعاف، قوم انت الازمه. لك بابا قوم الزم للباب بين ما اخلص هاي السلطه مع سيزر. زين قوم انت. هو انت سيزر ما عرفت تريد نعوف البروستد؟ لك بابا هم عندهم دليفري، ورا ما نخلص المهمه نخابر نوصيهم ويجيبوننا.
سيدي شو راح؟ يعني فشلت المهمة؟ لا أنا حاسب حسابي نية نية حاسب حساب نفسكم الدنيا تشيز تشيز ما حد يقدر يطفر مني بتشيلي هاوس أو ليز الله انت منو؟ أبو الهيل والله أبو الهيل قعدت من الصبح نعسان وبراسي ألف تفكير شنو هو الجديد اليوم واللي وياي راح يصير شقد راح ألقى تعليقات بعضهم ينتقد بي ومنشورات الانترنت كلها طاقة سلبية إذا نهزل صباح الخير ألف واحد يعلق لي منو قال لك تنزل هيج يصير فلان قايل لي واطلع والقكم اشياء بحيث تخلي دمي يفور وحده حامل بنيتين راجلها كاتل الدكتور وتلقى الازدحام الزين من الدوره للمنصور يا ويلي اني حاير ويا الناس ما ادري شلون اقنعهم شنو يردون ادخن باي ومكلفهم اسمعهم اذا غيرنا شخصيات كلها تقول غيرتوا واذا كررنا بالموضوع يقولون خلصتوا واحنا الغايه والمضمون بالموضوع المطرحه اللي نريده نفرح الناس وهدفنا ننشر الفرحه هذا الموسم اللي جاء كلش راح يعجبكم راح نصير حبابين حتى لا نزعلكم بس ببالك وموضوع رايد واحد احكي له واحد باق مني فلوس برايك شو اسوي له هذا البرنامج برعاية كريم كوين جوهرة الجمال. هذا البرنامج برعاية عصير طازج حليب المدهش الأصلي بحلته الجديدة ونفس الطعم الرائع ومن المزارع الخضراء الطبيعية المدهش حليب الأجيال. هذا البرنامج برعاية شركة نكتاليا الفرنسية لحليب الأطفال.